السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد. كرة البلد في كل بيت في البلد. في هذه الحلقة يعني معانا المفاجآت والحصريات وكل ما هو جديد في الساحرة المستديرة كرة القدم في هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، ما تقلبش المحطة وخليك معانا في كرة البلد، فيها الانفرادات والحصريات وكل ما يخص الكرة المصرية على يعني في كرة البلد. أولا نبدأ بفقرة الأخبار. أولى الأخبار معانا النهاردة: اتحاد الكرة يفتح مجددا ملف دوري المجموعتين في الموسم المقبل. فتح مسؤول اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ملف إقامة الدوري المصري بنظام المجموعتين مجددا في ظل غموض موعد انتهاء الدوري الحالي ورغبة انهاء الموسم القادم قبل يونيو 2021. تاني أخبارنا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة: اللائحة تمنع اتحاد الكرة في إقامة عمومية جديدة قبل انتهاء الموسم. علق الاتحاد المصري لكرة القدم عدم جواز الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية أو غير عادية قبل انتهاء الموسم القروي بعد اقتراح فيرون مندوب الاتحاد المصري لكرة القدم أواخر سبتمبر. وتنص اللائحة على الأندية التي تشارك في القسم الأول والقسم الثاني بصفة تلقائية، وتمنح العضوية لبعض الأندية التي تشارك في كأس مصر. ثالث أخبارنا النهاردة: محافظ بورسعيد وراء تراجع عبد الظاهر السقا عن الاستقالة من المصري. كشف عبد الظاهر السقا المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي كواليس استقالة من منصبه وعودته مرة أخرى. قال عبد الظاهر السقا: أنا كنت مع رحيل طارق العاشر عن تدريب المصري رغم خلافي معه، ولكنه رغبة النادي، وقررت الاستقالة من منصبي عندما شعرت أنني سأكون عائقا أمام نجاح المكان الذي أعمل فيه. رابع أخبارنا النهاردة: الأهلي يطيح بابن علي ماهر من قطاع الناشئين بعد نجلي عمارة وحفني. أطاح مسؤول النادي الأهلي بعمر علي ماهر نجل الكابتن علي ماهر، وبعد أيام من توجيه الشكر لنجلي محمد عمارة وهشام حنفي، وأبلغ إداري الفريق عمر علي ماهر بالقرار عقب انتهاء التدريبات الذي تلقى اللاعب أكثر من عرضا خلال الساعات الماضية، إلا أنه لم يحدد وجهته حتى هذه اللحظة. خامس أخبارنا من يعني زمن فضر انفرد كرة البلد في الحلقة الماضية عن مصدر بالكاف: تراجع لجنة المسابقات وتأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. اقترب الاتحاد المصري لكرة القدم مع الاتحاد الإفريقي من الإعلان عن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته 25 و 26 سبتمبر الجاري، على أن تقام مواجهات الإياب يومي 2 و 3 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي الزمالك مع الرجاء والأهلي مع الوداد المغربي. بعد كده بالنسبة لمنافسة القسم الثاني في مجموعة الصعيد: صراع رباعي على قمة المجموعة. بني سويف 35 نقطة، البنك الأهلي 35 نقطة، الألمونيوم 32 نقطة، شبان قنا 31 نقطة. يقوم بتدريب بني سويف الكابتن حسن موسى، البنك الأهلي عيد مرازيق، والألمونيوم الكابتن ياسر الكناني، وشبان قنا الكابتن كمال الزين. أما مجموعة القاهرة: صراع ثلاثي على قمة القاهرة. سيراميكا 32 نقطة، الداخلية 31 نقطة، بتروجيت 29 نقطة. يقوم بتدريب سيراميكا كليوباترا الكابتن هيثم شعبان، والداخلية الكابتن علاء عبد العال، وبتروجيت الكابتن هشام زكريا. أما مجموعة بحري، المجموعة الثالثة: بحري واسكندرية، صراع رباعي
على قمة بحري، دمنهور 32 نقطة، غزل المحلة 32 نقطة، فاركو 32 نقطة، المنصورة 30 نقطة. يقوم بتدريب دمنهور الكابتن أحمد عاشور، غزل المحلة الكابتن خالد عيد، فاركو الكابتن كامل فريد، والمنصورة الكابتن ياسر عبد الواحد. نأتي إلى الفقرة الثانية، هي صورة وتعليق. أول الصور اللي موجودة معنا النهاردة، جنش يرتدي قميص مؤمن زكريا، ودي الروح الرياضية اللي احنا بنطالب بيها الناديي الأهلي والزمالك وجماهير النادي الأهلي والزمالك، إن اللعيبة مع بعض إخوات. نتمنى كل الشفاء العاجل للكابتن مؤمن زكريا، وتحية شكر وتقدير من كرة البلد للاعب محمود جنش لاعب نادي الزمالك وحارس مرماه. الصور الثانية اللي معانا النهاردة، كبير مشجعي الزمالك في بني عبيد يطلي منزله باللون الأبيض بخطين حمر، وشايفين منزل يعني من كتر حرصه على تشجيع الزمالك، وهو كبير مشجعي بني عبيد والزمالك الدكتور أو الأستاذ محسن شادي، بيطلي منزله بالكامل باللون الأبيض وخطين حمر. يا سلام على الحب والإخلاص يا كابتن محسن. ثالث أخبارنا النهاردة، أندية القسمين الثالث والرابع يجروا مسحة الكورونا بتحليل البي سي آر. شفنا في تحليل الدوري الممتاز مسحة بتتم للكورونا، لكن أندية القسم الثالث والرابع الغلابة بتعمل لهم مسحة البي سي آر اللي هي تحليل صورة الدم. فرقنا بين القسم الأول والثاني والثالث والرابع. اللجنة الخماسية إلى أين؟ إلى متى؟ كيف؟ كل ده إن شاء الله هنشوف حلقة نارية وحلقة فيها ضيوف كبار بعد هذا الفاصل. أحمد جاهد، أنا أحب أوجه كلمة لأهالي كفر البطيخ، بلدي وحبيبي وموطني، إن إحنا بنشدهم يدعمونا الدعم المعنوي اللي بيدينا دفعة قوية جدا جدا للاستمرارية، وبناشد كل رجال أعمال كفر البطيخ وأبنائها إن يدعمونا، لأن إحنا دور ترقي عايزة زي ما بدأنا برضه مصاريف إيجار ملاعب أتوبيسات وجبات مكافآت، يعني إن شاء الله محتاجين دعمكم، نرجوكم زي ما بدأتوا معانا استمروا في دعمكم إن شاء الله عشان نحقق الهدف بإذن الله. شكرا. رحيم، النهارده طبعا احنا جايين منطقة جمهورية كرة القدم إن شاء الله عشان نعمل مسحة استعدادا إن شاء الله للدوري بإذن الله، ربنا يوفقنا إن شاء الله. اتفقنا مع فرسكور ذهاب وإياب إن شاء الله، وربنا يوفقنا إن شاء الله. كفر البطيخ صعب إن شاء الله الدوري الدرجة الثالثة، ده أملنا إن شاء الله. طبعا بتقدم بخلص والتقدير طبعا اتحاد الكرة لينا الخماسية، وبشكر الأستاذ هاني مطر أو الدكتور هاني مطر رئيس منطقة جمهورية كرة القدم، كابتن أدرس الصعيدي طبعا رئيس المنطقة، كل أعضاء المنطقة، محمود كابتن أمير، كل أعضاء المنطقة طبعا بشكرهم على إنهم اهتموا بموضوع المسحة، وإن أنا النهاردة إن شاء الله جاي الجهاز الفني كله معايا واللعيبة على أساس إن إحنا النهاردة إن شاء الله نعمل المسحة، ونتمنى إن شاء الله كل اللعيبة تطلع إن شاء الله بإذن الله سلبية بإذن الله. وإحنا بدأنا التدريب الحمد لله يعني من فترة، أتمنى إن شاء الله التوفيق بإذن الله لكل الفرق المشتركة، أتمنى التوفيق لنادي كفر البطيخ إن شاء الله بالصعود إن شاء الله لدرجة الدرجة الثالثة إن شاء الله. يا رب العالمين، النهارده كابتن احمد احنا قدرنا المسحه لنادي كفر البطيخ والجهاز الفني والاداري، وبنحمد الله على النتيجه السلبيه للمسحه، وان شاء الله باذن الله من النهارده بدايه التمرينات الاستعداد لمباراه مركز شباب فرسكور للصعود للمباراه النهائيه، وده طبعا ان شاء الله بننتظر تبويلات ودعم ابناء كفر البطيخ اللي ساندونا ووصلونا للمرحله دي، ودي كانت اول مشاركه لنادي كفر البطيخ ليشارك في الدوري الدرجه القسم الرابع، ونصعد للترقي ده شيء جميل، ده تم بمجهود اللعيبه والجهاز الفني والدعم الدائم من مركز كفر البطيخ كاملا ومدينه كفر البطيخ بالخاص.
رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام، ونحن في يعني الجزء المخصص بضيوفنا النهاردة. ضيوفنا النهاردة الاستديو بتلألأ بالقامات الرياضية الكبيرة اللي موجودة معانا النهاردة. معانا ضيفنا وضيفكم النهاردة في هذه الحلقة كابتن من كباتن نادي المنصورة في الزمن الجميل، وهو مدير فني لنادي المنصورة والنصر للتعدين وشيكو بن عبيد واتحاد جدة الأولمبي، مدير عام النشاط الرياضي بجامعة المنصورة، وهو المدير الفني لمنتخب جامعات مصر الحاصل على البطولة العربية بالإمارات، والمدير الفني الحالي لنادي السنبلاوين. معانا ومعاكم النهاردة كابتن ياسر تحسين. أهلا بك يا كابتن ياسر. تشرفنا بك يا أستاذ محمد، تشرفنا بالفرقة العمل الجميلة ديت، وتبقى حلقة جميلة إن شاء الله. ومعانا ايضا شخصيه رياضيه يعني جميله النهارده وروحها خفيف، معانا يعني كابتن لعب في بلديه المحله والمدرب العام لشيكو وبن عبيد، والمدرب العام لمنتخب جامعات مصر وجامعه المنصوره، والمدرب العام لنادي السنبلاوين. معانا ومعاكم ايضا النهارده الكابتن ايمن الحساني. اهلا بك يا كابتن ايمن. الله يخليك كابتن محمد، ونشكر حضرتك واداره القناه انها اتاحت لنا فرصه زي كده ان احنا نعبر عن المشاكل الرياضيه بصفه عامه في الوسط الرياضي من خلال صوت المدربين. ده ان شاء الله نحاول نوصله للمسؤولين اتحاد الكوره ومسؤولين عن الرياضه في مصر، بحيث ان شاء الله يبقى في حلول في الرياضه والازمات الموجوده في الرياضه في الفتره القادمه ان شاء الله. معانا دايما يعني المحايده وجميله الجميلات واول ناقده رياضيه في مصر لبرنامج كرة البلد، معانا ومعاكم مخصصة في الدوري المصري، معانا سمر حسن الإعلامية والناقدة الرياضية. أهلا بك يا سمر. أهلا بك يا كابتن محمد، وحشتني من المرة اللي فاتت، وبنرحب بالكباتن ومبسوطة إن أنا معاكم النهاردة. إن شاء الله تبقى حلقة جميلة وحلقة خفيفة النهاردة. أول يعني أسئلتنا في هذه الحلقة كابتن ياسر تحسين، يعني قامة كبيرة أحرز ايام ما كان بيلعب في المنصوره، احرز في الاهلي يا سمر 3 اهداف، واحرز في الزمالك هدف. هيقول لنا احنا كده غلطانين في الحساب. امال نقول بقى الاجابه الصحيحه. انا كده انا احرزت في الاهلي 5 اهداف وفي الزمالك 3 اهداف. يا الله ما صلى على النبي. يعني 5 اهداف في الاهلي و3 اهداف في الزمالك. بس الكابتن قال ان كل بيته كلهم اهلاويه. كلهم اهلاويه. ده يعني حقيقه برضو إيه؟ احنا انا اهلاوي، ده حاجه انا بقولها يعني. هو نفسه اهلاوي. لا بس الكابتن ياسر تحسين قامه كبيره في قامه رياضيه كبيره، يعني انا يعني على نفسي بحب اتفرج لماتشاته القديمه دايما، ماتشات قنوات الاهلي والزمالك بيذيعوا الماتشات القديمه دي، انا بقعد بتمتع بالكابتن ياسر تحسين في الملعب. يعني كان من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر. يعني الكابتن ياسر تحسين علشان اللعيبه الصغيره واللعيبه الناشئين واللعيبه اللي بيلعبوا في انديه صغيره، بدايات الكابتن ياسر تحسين عاوزين نعرفها من حضرتك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بداياتي في قريه يعني تبع محافظه الدهليه اسمها المخزن. القريه ديت فيها لعيبه كتير قوي اللي موجودين حاليا على الساحه بيلعبوا، في احمد بيكهام واحمد علي هم اللي موجودين دلوقتي دوري ممتاز، لكن هي افرزت نجوم كتير. يعني انا من مركز شباب المخزن كنا حوالي مثلا فرقه كامله راحت اختبارات نادي المنصوره. الفتره دي كانت في الثمانينات، على يعني كانوا كلهم معظمهم مثلوا منتخب مصر الناشئين. بداية من كان في سمير الغنامي، جمال حامد، سميح رمضان، علي جد الله، كان في داود نصر، في ياسر تحسين، في تامر توفيق منتخب مصر برضو، في سمير المهدي، في رضا شحاتة، أحمد علي، أحمد بيكهام، محمد خفاجة، نشأت مجموعة كبيرة كانت كلها في النادي. أنا فاكر بداياتي رحنا من خلال مركز الشباب ورحنا نادي المنصورة في آخر الثمانينات وحضرنا الاختبارات، وكان الاختبارات أيام الحاج حسني عنتر الله يرحمه، كان الكابتن إبراهيم حجي، ومن خلالها مع الكابتن عصام بهج صعدنا فريق أول، وأنا فريق أول من أول التسعينات. كانت أول مباراة لي كانت قدام الزمالك في المنصورة، وانتهت 0-0، ومن يومها وأنا في نادي المنصورة. لعبت المنصورة كم سنة يا كابتن ياس؟ لا انا لعبت المنصوره، انا في المنصوره من 87 لغايه 99.
في خلالها في يعني اكتر من 12 سنه وانت بتلعب للمنصوره، دوري ممتاز وكابتن الفرقه، ويمكن العصر بتاعنا كنادي منصوره كانت فتره التسعينات. احنا خلال الفتره دي اخذنا ثالث بعد الاهلي والزمالك دوري، خدنا تاني كاس في مباراة الكاس الشهيرة اللي هي كانت سنة 95. تمام. أخذنا البطولة العربية في الإمارات سنة 96، وديت من أحسن البطولات اللي أخذت فيها أحسن لاعب البطولة ديت. في إفريقيا طلعنا من الدور قبل النهائي. يمكن الفرقة بتاعتنا ما كملناش البطولة الإفريقية، خرجنا من الدور قبل النهائي من النجم الساحلي، خسرنا هناك 3-0 وكسبناهم عندنا هنا في المنصورة 4-2. بس ده يمكن يعني لو فرقتنا كملت البطوله، لان المباراه ديت كانت في نص شهر 9. فاول شهر 9 نص فرقتنا حصل مشاكل، كل واحد بقى اللي ساب الفرقه، اللي راح السويس، اللي راح القناه، اللي راح الاسماعيلي، اللي راح الزمالك، فاصبح الفرقه ناقصه. وعلى الرغم من كده خرجنا بالنتيجه دي 3-0 كان في سوسه و4-2 عندنا. فدي انجازات لنادي المنصوره نتمنى ان هي تتحقق. نتمنى ان يبقى في جيل قادر ان هو السنه دي ان هو يصعد، ودي اقرب يعني اقرب حاجه ان هم يصعدوا السنه دي في ظل الظروف اللي احنا متواجدين فيها، وبدايه من مباراه فاركو اللي هي يوم 22. دي كانت بداياتي مع نادي المنصوره كلاعب، ومن خلال نادي المنصوره طلعت على نادي القناه برضو عن طريق طبعا كابتني ومدربي الكابتن محمد عامر. ده موسم 99 98 99 طلعت على نادي القناة، وفي السنة ديت أخذنا خامس دوري. وبعد نادي القناة لعبت الشرقية، ولعبت منتخب السويس، لعبت للأولمبي السكندري، وكانت نهايتي مع منتخب السويس. منتخب السويس كان أيامها ممتاز به، وجالي إصابة لرباط صليبي واتجهت للتدريب بعدها. بدايتي بقى في التدريب رجعت طبعا للنادي بتاعي. طب نستاذن حضرتك برضك ونرجع للتدريب فقره تانية، لكن ناخد الكلمه مع الكابتن ايمن الحساني لاعب بلديه المحله والمدرب العام مع حضرتك، متلازم في كل الاماكن اللي انت حضرتك بتروحها، يعني اتنين في واحد، وهنعرف بداياته هو ايضا في كره القدم. انا لحظه بس، هو بالنسبه للكابتن ايمن، يعني كابتن ايمن طبعا صديق عزيز وراجل في الشغل. انا انت قلت اتنين في واحد، هو راجل ملم بحته الاعداد البدني والتخطيط والتدريب، وكلاعب سابق يعني، وخريج تربيه رياضيه، يعني من اوائل الخريجين تربيه رياضيه. يمكن احنا بنكمل بعض في حاجات كتير، ودي ظهر في جامعه المنصوره من خلال النقله اللي حصلت في جامعه المنصوره من ناحيه اللي هو الجانب كره القدم. تمام. اصبحت جامعه المنصوره دلوقتي يعني هي الجامعه الاولى على مصر كلها في كره القدم. تمام. طبعا. نروح للكابتن ايمن الحساني ويقول لنا بداياته في كره القدم كده بقى. انا حضرتك لعبت ناشئين نجم نابرون سنتين، وبعد كده رحت النادي البلديه المحله مع الكابتن جمال مصر، قعدت معاه فتره ناشئين، كان دفعتي احمد صالح والكابتن عاطف خضر ومحمد انور وحسن كمال، كانت دفعه لعبة كويسه بصراحه يعني. ولعبت هناك فتره وصعدت فريق اول، وبعد كده قعدت بقى عشان الكليه والدراسه وكلام من ده، واتجهت للتدريب بقى والعمل الوظيفي. استخدمت عملك الاكاديمي كيعني حصل على تربيه رياضيه قسم تدريب، واتجهت لموضوع التدريب. طيب سمر حسن، ومش هنغلط في الاسم المره دي، خلاص هو خلاص ثبت عندنا. يعني تقول لك رؤيتك بالنسبه للدوري المصري هذا الاسبوع كده سريعا وعاجلا عشان معانا الضيفين الكبار النهارده. طب تحب نبدا مين؟ نبدا الزمالك. الزمالك الماتش بتاعه كان قدام الطلائع، هو كان ماتش عادي، كان مستواه عادي جدا. تمام. وكان بيلعب يعني الاثنين كانوا على نفس المستوى، بس من اللقطات ان كان هدف اوباما كان بيقول ان هو رجع ورجع بقوه، كارتيرون كان الفعل وما كانش مستني رد الفعل، هو اللي كان الفعل في المباراه، واعتقد ان هو خرج مصطفى وكاسونجو ودخل مصطفى فتحي واسامه علشان يريحهم شويه واستعدادا للي جاي بعد كده. تمام. كارتيرون برده في الماتش ده جنى ثمار الناشئين، وهو يمكن من المدربين اللي دايما بيحرص ان هو يلعب الناشئين، علشان طبعا هو دخل على بطولات كتير. تمام. وفي نفس الوقت يعمل توازن وفي ناس تظهر.
تمام. وكان منهم طبعا حسام عبد المجيد كان عامل ماتش جامد جدا في الماتش بتاع الطلائع. فكارتيرون من اللعيبه اللي مشت على النهج ان هي تاخد بالها من قطاع الناشئين. مصطفى وده حاجه تحتسب له يعني بدفع بالناشئين، هو عارف ان الدوري خلاص يعني الاهلي خد الدوري. يا استاذ محمد لو حضرتك شفت النادي الزمالك لو بصيت له شويه جزئيه من غير الناشئين هتلاقي النادي فيه مشاكل زي ما الاهلي زي ما غيره، لان انت راجع من فتره عندك اصابات عندك اجهاد عندك حاجات كتير جدا. فالناشئين وده مهم جدا ان النوادي كلها تبدا ان هي تدور عندها في الناشئين. تمام. وده بالنسبه وانديه كتيره يا سمر يعني احنا بنشوف الاهلي والزمالك دول بيمشوا الناشئين بتوعهم وبعد سنه ما بيروحوا انديه تانية بيظهروا بمظهر كويس بيضطروا ان هم يشتروهم بمبالغ كبيره يا كابتن ياسر. يعني شفنا امثله كتيره في الدوري المصري ان الاهلي والزمالك بيبقى عندهم قطاع ناشئين جيد جدا، وبعد اللاعب ما يوصل سنه ال 21 سنه ما يقدرش يسجله في الفريق الاول الأولى. فبيضطر ان هو يسيبه يقوم رايح لاي نادي يلعب فيه موسم او موسمين بيظهر بمظهر كويس يضطر اللي هو يشتريه بملايين تاني ويرجعه النادي الاول. الاولى بقى بدل ما يروح اشتري ناس من بره واجيب لعيبه لا طب ما انا ابص لقطاع الناشئين في لعيبه كويسه جدا، في لعيبه بتلعب كويس جدا، في ناس فعلا عندها روح النادي زي ما هما بيقولوا. واتمنى من النادي الاهلي وهو بيدور في الناشئين وبيدور يعني على بذره كويسه يحط بذره الحاوي فيها، يحط جينات وليد. تمام. لان وليد مخلص بطريقه، الراجل ده بينزل بيجيب اجوال. تمام. لو ما قدرش يجيب اجوال الراجل ده بيتنطط في الملعب عشان يجيب اجوال، ده مخلص للنادي. فلو انت هتلاقي بقى نماذج كتير في الاهلي في الزمالك في الاسماعيلي في المقاولين هتلاقي كتير جدا في الناشئين. ده قطاع مهم جدا اللي احنا نركز فيه. تمام. بالنسبه كابتن ياسر بقى نرجع لحضرتك بالنسبه لرؤيتك الفنيه يعني خلال الدوري المصري في الفتره الماضيه بعد استئناف بطوله الدوري المصري. انا بعد استئناف الدوري بعد كورونا طبعا جميع الفرق مش في مستواها. تمام. وده طبعا ده مقلق وانذار لنادي الاهلي والزمالك. احنا كل تنافسنا دلوقتي على بطوله الدوري. بطوله الدوري تعتبر منتهيه بكل المقاييس كده منتهيه للنادي. تمام. تحصيل حاصل يعني. تحصيل حاصل. انا كل اللي بطلبه من الاهلي والزمالك ان مستواهم حاليا لا يرتقي للبطوله الافريقيه. وده تمام. وده هو المحك الرئيسي صح للفرقتين والحكم عليهم. لكن اللي احنا شايفينه في الساحه الرياضيه دلوقتي وعلى السوشيال ميديا جماهير قاعده كله كلام تحس ان هو كلام نقد لازع. كلام احنا كلنا شفنا في صوره وتعليق يعني صوره جنش لما بيرتدي قميص مؤمن زكريا بيقول للجمهور يعني لا يعني لازم نحترم يعني الجمهور شايفين اللعيبه كويسين جدا مع بعض. ده هدف الرياضه. فدي احنا الهدف الاسمى للرياضه هو تهذيب للنفوس وليس احرازا للكؤوس. مظبوط. زي ما احنا كلنا المقوله المشهوره. يعني انا اللي بطلبه دلوقتي لان ده يعتبر واجهه الكره المصريه الاهلي والزمالك هيواجهوا الكره المغربيه. والكره المغربيه طبعا يعني انا المغرب بلد من ضمن البلاد اللي انا يعني سافرت فيها واعرف المغرب كويس قوي، كويسه في الرياضه وبلد الموهوبين فعلا يعني. مباراه الرجاء والوداد انا في تيالي هي دي يعني ده اصعب حاجه. تمام. احنا يا ريت بقى ما نتكلمش على مباراه حرس الحدود مباراه الطلائع، لا المفروض مثلا انا فايلر وكارتيرون انا كل تركيزي لمباراه الاهلي والزمالك. تمام. الدور قبل النهائي. انا مع احترامي دي سمعه الكره المصريه. انا من خلال وجهه نظري من خلال وجهه نظري مفيش طريقه لعب او طريقه معينه او هيكل تنظيمي حتى للاهلي او الزمالك. تمام. ويمكن ديت انا يعني انا مش عارف يعني مدرب فرنسي وفايلر مدرب يعني سويسري مدرب اجنبي برضه وتكلفه عاليه جدا. وانا يعني من بعد كورونا مفيش شكل او هيكل للفرقتين. تمام. الزمالك لعب عشوائي الهدف منه قفل مساحات ورا من نص ملعب الزون وان انا ما يجيش فيه اجوان وان انا العب على المرتد. تمام. هذه طريقه اللعب. الاهلي طريقه لعب مفتوحه بيهاجم من جميع الجهات مع خط خلفي مضروب في كل الجهات ضعيف جدا مضروب في كل الجهات. يمكن اللي بيميز كارتيرون عن فايلر شويه ان هو عنده حته الواقعيه شويه وبيلعب على قد يعني على قد امكانيات اللعيبه. بالظبط. يمكن انا بتكلم التحليل ده بعيد عن اهلي او زمالك. بالظبط. كارتيرون بيفكرنا بكوبر. تمام.
بيفكرنا بكوبر بالظبط اللي احنا كنا بنقول عليه كاس عالم وي كوبر لعب على قد امكانيات اللعيبه بتاعته. تمام. مع احترامي انا ممكن اجي على فرقه زي بتاعه حرس الحدود اللي كانت بتلعب الاهلي امبارح، انا كراجل كمدرب وكلعبت كوره ودرست كوره، انا خريج تربيه رياضيه برضو. تمام. انا ممكن اجيب فرقه حرس الحدود واخليها تعمل زي الزمالك. بس احط له واحد زي بن شرقي. تمام. وهعمل احسن من الزمالك. تمام. فانا بتكلم في نقطه مهمه قوي، ان الاثنين المدربين ما بيضيفوش للكوره المصريه شيء ولا بيضيفوا للاهلي والزمالك شيء. تمام. يعني بالعكس في مدربين مصريين تفوقوا عليهم وممكن يعملوا كوره احسن منهم. تمام. دي وجهه نظري بعيد عن اهلي او زمالك، واتمنى لهم التوفيق طبعا وتبقى البطوله مصريه ان شاء الله. ان شاء الله. والنهائي يبقى بين الاهلي والزمالك باذن الله. نتمنى ذلك ان شاء الله. كابتن ايمن حساني، عند حضرتك رؤيه، احنا يعني شفنا في فقره الاخبار رؤيه ان الدوري، ان اللجنه الخماسيه بالاتحاد المصري لكره القدم يعني بترى ان عاوزه تطبق دوري المجموعتين، يعني علشان تنهي الدوري العام القادم قبل شهر يونيو 2021. ايه رؤيه حضرتك بالنسبه لهذا الموضوع؟ بص كابتن محمد، احنا عندنا السنه دي سنه استثنائيه. تمام. استثنائيه في كل حاجه، استثنائيه في اللوائح، في اللوائح بتاعتها، استثنائيه في امكانياتها، استثنائيه في ان الفرق ما عدتش اعداد كويس، استثنائيه ان احنا هننهي موسم في شهر 11 ونبدا موسم جديد، ومطالبين ان احنا ننهيه قبل 31/5 عشان طوكيو. فده كله عوامل الاجنده الدوليه بتاع المنتخبات. طب استاذن حضرتك معانا قامه كبيره في كره القدم، كابتن محمد عامر نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر والمدير الفني لعديد من الانديه المصريه. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا ابو حميد، اهلا وسهلا بيك. منورنا ومشرفنا النهارده في كره البلد. ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب ويكرمك. معانا كابتن ياسر تحسين وكابتن ايمن الحساني مع وسمر حسن زميلتنا معانا في الاستديو، فيعني رساله يعني عاوز توجهها للكابتن ياسر تحسين وتقول له ايه النهارده؟ يعني انت معاك ناس افاضل يعني، ويعني انا بحييهم وتحياتي ليهم جميعا ان شاء الله، وخاصه طبعا كابتن ياسر. كابتن ياسر دوت يعني اللي الناس ما تعرفوش عنه انه كان من رؤوس الحربه القلائل في مصر. تمام. كان هداف بطبعه طبعا، قضى حياته اغلبها في المنصوره، وتلقى في عديد من الانديه، القناه، يعني كان من اللعيبه المميزه جدا بالتهديف، وعمل معايا موسم كبير جدا في القناه. حتى كان لي جول مشهور في النادي الاهلي. عصام الحضري. كسبنا النادي الاهلي يوميها 1-0. حطه في عصام الحضري يا كابتن محمد. ايوه ايوه مظبوط. تمام. سنه 97 يا كابتن. يعني عمر، يعني كان فات على الماتش ده عمر، يعني لا 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 ما كانش بيخسر. حسام حسن وابراهيم حسن وهشام حنفي ويعني مجموعه نجوم كبيره جدا. تمام. كان اياميها كابتن ثابت البطل الله يرحمه. ايوه الكوره. واحنا كنا لسه يعني متجمعين بفضل فتره بسيطه جدا، وكسبنا النادي الاهلي 1-0 في هذه المباراه، واللي جاب الهدف ياسر تحسين. الاهلي ما كانش بيخسر يا كابتن. بالنسبه لي مش 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 لعيب، اللعيب عندي ده اخ صغير طبعا. وانا بقول ان هو ابني كمان، يعني انا بعتز بيه جدا لانه اخلاقياته ممتازه جدا، كان فنياته عاليه، يعني ربنا يكرمه في حياته التدريبيه، وانا متوقع له ان هو يبقى من احسن مدربين مصر ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد عامر من الشخصيات المحبوبه جدا للشعب المصري، اذا كان يعني فنيا او خلقيا. كابتن محمد عامر فينك من التدريب يا كابتن؟ والله انا يعني بقالي فتره ما بشتغلش، فقاعد في البيت اعمل ايه طيب. بصراحه يعني انا بستخسرك، يعني انت من المديرين الفنيين المتميزين جدا، عملت موسم هايل مع المنصوره قبل كده، وسامع ان في يعني مفاوضات جاده ان شاء الله تبقى في المنصوره الموسم القادم ان شاء الله. والله الله الله المستعان، انا راجل يعني مدرب محترف وبشتغل في اي مكان، والحمد لله يعني انا موجود، يعني مش في ناس بتقول ان اعتزلت التدريب، التدريب ملوش سن عشان اعتزل. تمام. اعتزل التدريب، لكن
انا موجود ان شاء الله، ودي ارزاق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. تمام، رساله عاوز توجهها للكابتن محمد عامر يا كابتن ياسر؟ طبعا انا يعني شهادتي مجروحه طبعا. الكابتن عامر، انا زي ما قلت لحضرتك انا قعدت في المنصوره 12 سنه فريق اول، 4 سنين في الناشئين. كابتن عامر، انا عشان كابتن عامر يعني كنت كابتن المنصوره، سبت المنصوره ورحت مع الكابتن عامر في القناه. وفي السنه ديت الكابتن عامر يعني انا فوجئت ان كابتن عامر فعلا هو امتداد للكابتن محمود الجوهري. كابتن عامر من المدربين القلائل اللي الواحد اتعلم منهم حاجات كتير قوي. كابتن عامر لو اتكلمت عليه يعني انا مش هقول لك، انا وانا ايام كنت بلعب كنت بجيب الماتشات القديمه واشوف ماتشات الكابتن محمد عامر. تمام. مع الاهلي. تمام. كابتن عامر ماتش بالنسبه لا اسم تاريخ في الكره المصريه يعني اسم كبير وبصراحه يعني بالنسبه لمباراه مباراه النادي الاهلي دي كانت مع القناه، ودي كانت اول مباراه ليا مع القناه. وكابتن عامر انا فاكر قال لي انت هتلعب المباراه ديت، وكان الاهلي على مدار يعني كان محطه من الرقم القياسي في عدم الخساره، كان معاهم مدرب اجنبي هاريس على ما اظن او حاجه زي كده. أيوة. وربنا كرمنا في المباراه ديت وكسبنا 1-0، ونتيجه يعني ان المباراه مستحقه فوز للقناه. المباراه دي لو تفتكر يا ياسر احنا ضيعنا ضربه جزاء، وضيعنا ضربه جزاء في الشوط الثاني، وضيعنا حوالي 3 4 تجوال انفرادات. ايوه كان النتيجه الطبيعيه 3-0 للقناه. فانا بقول الكابتن عامر كان يعني على يعني كان ممكن يكون مدرب منصورة السنة اللي فاتت، لكن حصل خلافات معينة. والكابتن عامر من الناس اللي أنا لسه بتكلم بقول لك كارتيرون فايلر، ما احنا عندنا قامات أحسن من الناس دي بكتير. أنا واحد زي الكابتن محمد عامر أنا بقول امتداد للكابتن محمود الجوهري. كابتن محمود الجوهري كان مدرسة. احنا هنا من برنامج كرة البلد بنشكر كابتن محمد عامر على تواجده معنا في هذه الحلقة، ونتمنى ان انت تشرفنا هنا حلقة في الاستديو. ده شرف ليا والله ان شاء الله. الله شكرا يا كابتن محمد، وكل التوفيق لحضرتك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب. نروح لسمر كده سريعا. يا سمر قول لنا يعني فكره كده عن يعني احصائياتك او نتائج. هاخد من كلام كابتن ياسر على الاهلي وتقييمه عموما للاهلي. الاهلي فعلا الماتش اللي لعبه امبارح ما كانش عنده دوافع للفوز خالص، هو ضامن الدوري خلاص، ما بقاش فيه دافع ان انا العب يعني خلاص انا 8 نقط واخد الدوري الموضوع منتهي. وفايلر مش قادر حتى يصنع اهداف جديده او رغبات جديده في او دافع جديد ان انا العب واكسب. دي برضو كانت مشكله امبارح في النادي. الموضوع متازم جدا، اللي هو زي ما بيقولوا الاهلي ملك الوقت الضايع. الجونين اللي تسجلوا في الاخر، مين اللي بيقول الكلام ده؟ الكابتن رضا عبد العال؟ طبعا. طيب يا سمر نستاذنك وهنرجع لكلامنا تاني معاك يا كابتن ايمن، لكن معانا تقرير هنشوفه، تقرير عن المسحه اللي اجريت في نادي بني عبيد. وكان معانا التقرير الاول، بنشكر زميلنا احمد مجاهد مراسلنا من دمياط على هذا التقرير، وايضا تقرير مسحه بني عبيد كابتن احمد عادل ومحسن ابو الوفا. ونرجع لحضراتكم مره تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بكم طبعا في نادي بني عبيد، احد القلاع الرياضيه في الدهليه، وبنرحب بيكم وبنشكر اللجنه الخماسيه باتحاد الكوره، وبنشكر وزير الرياضه على عوده النشاط وعوده الحياه الرياضيه في مصر. اتكلمنا عن المسحه الطبيه، اعتقد فريق بينافس على الصعود، فريق خلاص صعد من مجموعه الموت، هي مجموعه الدهليه كله بيلقب عليها مجموعه الموت، من اصعب المجاميع اللي احنا شفناها هذا الموسم. طبعا مجموعه الدهليه دايما بتمتاز بالقوه والشراسه في الاداء، ودايما ما فيش فرقه بتحسمها من بدري، بس الحمد لله النهارده السنه دي بمسانده مجلس الاداره وبدعم الدكتور هرماس رئيس مجلس الاداره والمشرف الوحيد على الكوره هذا العام، قدرنا ان احنا نحسم موضوع الصعود من بدري قبل نهايه الموسم بمباراتين. والحمد لله موضوع الصعود محسوم، وان شاء الله بني عبيد في الممتاز به، ولكن عوده النشاط الرياضي ده طبعا حاجه كبيره بالنسبه لمصر. ودايما حضرتك عارف، اولا برحب بيكم طبعا وبرحب بالساده الضيوف كلهم. حضرتك عارف ان لعيب الكوره دخله الوحيد هو اكل عيشه، اللي هو الجري واللعب ووظيفه بالنسبه له يعني. فطبعا وقف النشاط كان بالنسبه للاعيب الكوره حاجه صعبه قوي طبعا يعني،
وخاصه يعني هنا كمان وقف نشاط بمرض يعني وباء عالمي يعني، فحاجه كانت صعبه قوي يعني عننا يعني وكده. فلازم ان شاء الله يعني ان احنا نرجع تاني، ولازم ان احنا الحياه ترجع لطبيعتها تاني، والناس كلها تشوف اكل عيشها وشغلها. والحمد لله رب العالمين برضه احنا في نادي محترم جدا موفر لنا كل حاجه، ومحدش اخر عننا في اي حاجه الفتره اللي فاتت. وبنحمد ربنا على الصعود طبعا، وبنقول ان شاء الله باذن الله ان بنعبيد السنه دي ان شاء الله قادره ان شاء الله تعمل موسم كويس ومحترم وممتاز به. بس باذن الله رب العالمين بس الامور ترجع لطبيعتها تاني زي ما كان زي ما كانت، وان شاء الله رب العالمين كده هتبقى سنه جميله ان شاء الله علينا كلنا ان شاء الله. اعتقد خلاص خطوه جديده يعني حول الحلم. كابتن عادل صديق عمل معاكم كل جهد، عمل معاكم اقصى جهد. انجازات الدكتور الرماس مش بتتوقف على بني عبيد بس، ده احنا النهارده بيتم حاليا في الوقت الحالي واحنا واقفين الشغل شغال في ارض استاد بني عبيد بمدينه جمصه. عندنا طفره هناك جامده، ملاعب وفندق وحمامات سباحه على اعلى مستوى. الشركه هناك بدات استلمت الموقع وشغالين في الملعب وشغالين دلوقتي في الفندق وحمام السباحه. واحنا بص اللي بيميزنا عن اي حد اللي احنا معانا واحد بيشتغل في كل حاجه، فاهم في كل حاجه، راجل صعب ان انت تلاقيه في اي مكان. يعني انا كنت الناس بتقول لي ايه الفرق بين السنه دي والسنه اللي فاتت اللي كانت بني عبيد بتنافس فيها على الهبوط، بقول لهم الفرق هو ان الدكتور هرمس رضوان هو المشرف على الفريق الاول. ليه؟ ان هو ده الفرق. لما يكون معاك رئيس نادي بحجم الدكتور هرماس وما تستفدش من خبراته، يبقى ما تزعلش مني، انت انسان ما تستاهلش ان انت تبقى موجود في نادي بني عبيد. لازم تستخدم الراجل ده، تستخدم دماغه توصل لها، تعرف الراجل ده ممكن يحل لك مشاكل كتيره قوي بخبراته، بحكم ان هو راجل بقاله 30 سنه في العمل السياسي والعمل الرياضي في اتحاد الكوره. ما فيش مناسبه الا هو. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة كرة البلد، ومعانا كابتن أيمن الحساني يعني لاعب نادي بلدية المحلة والمدرب العام للعديد من الأندية، هيقول لنا رؤيته لنحو يعني المسابقات في القسم الأول الدوري الممتاز والقسم الثاني والأقسام المختلفة كده للموسم الاستثنائي اللي احنا بنعيشه السنة دي. هو مشاكل الانديه اللي موجوده دلوقتي يا كابتن الصعود والهبوط. تمام. اللي صعد عايز يصعد، واللي هبط مش عايز يهبط. تمام. ده معظم الانديه. فاحنا عندنا ان عندنا مقترح، وده سنه استثنائيه. تمام. ان احنا السنه الجايه الدوري الممتاز يبقى مجموعتين، يبقى بطريقه طريقه المجموعتين والدورات المجمعه. تمام. بمعنى ان انا عندي هاخد عندي هو دلوقتي 18 نادي. هصعد 6 اول وثاني كل مجموعه من الممتاز بقى. تمام. ب 24 هعمل مجموعتين 12 و12. تمام. 12 و12 هلعب 22 جوله واخد الاربعه الاوائل من هنا الاربعه الاوائل من هنا، اعمله ده دوري سوبر يتحدد بيه بطل الدوري. تمام. يبقى كده وصلنا 29 جوله. هنعمل الدور قبل النهائي فيه. وصلنا 29 مباراه. يبقى انا وفرت في السنه الجايه خمس اسابيع او ست اسابيع. تمام. عن الموسم ده. طيب. اللي اجي على الهبوط برضه اخد اخر اربعه واخر اربعه وانزل خمسه. تمام. اجي على الممتاز به، الممتاز به انا عندي الوقت هيبقوا 30 نادي. دلوقتي 36 اصعد 6 هيبقوا 30. تمام. هينزل لهم 5 هيبقوا 35، هيصعد لهم 9 من الدرجه الثالثه. المهم هيبقى نهايه 39 هيبقوا 13 ثلاث مجموعات ب 13. تمام. 13 برضه هلعب دور من دورين ب 13 بحوالي 24 جوله، واخد ثلاثه الاوائل من كل مجموعه العب دوري سوبر، يطلع الثلاثه الاوائل ده يصعدوا للدوري الممتاز. وده الدوري السوبر ده ممكن يتسوق. تمام. ممكن نعمل له تسويق. تسويق شط يعني الثلاثة الأوائل في كل مجموعة هتبقى فرق قادرة تصرف. تمام. وقادرة التصور ده إن شاء الله هنعمله مكتوب وهناخد فيديو بتاع حضرتك ونعرضه على اللجنة الخماسية باتحاد الكورة، يعني عارف إيه اللي يتم ممكن يطبقه هذا الاقتراح اللي اقترح به كابتن أيمن حساني. معانا ومعاكم على التليفون النهاردة اللاعب أحمد علي لاعب نادي الإسماعيلي السابق ولاعب نادي القناة الحالي. أهلا بيك أبو حميد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد عامل إيه؟ منور يا أبو حميد. مساء الخير يا أستاذ محمد، مساء الخير على الكابتن أيمن الحساني. أيوة كابتن أيمن الحساني والكابتن ياسر تحسين. كابتن ياسر تحسين حبيبي عامل إيه؟ الحمد لله حبيبي. والإعلامية سمر حسن. مساء الخير يا أستاذة سمر. مساء النور عليك. إيه رأيك؟ ايه رايك في موضوع الدوري القسمي؟ انت حضرتك كنت بتلعب في نادي الاسماعيلي، بتلعب باك رايت في الاسماعيلي
وانتقلت النادي القناة. نهار للقناة. البورسعيدي ايضا حاليا، رؤيتك بالنسبة للدوري القسم الثاني كأحد اللاعبين البارزين يعني؟ والله يا محمد انا مشيت من الاسماعيلي السنة اللي فاتت، رحت السنة اللي فاتت في شهر واحد مع الكابتن ابو طارق العتوي. نافسنا على الصعود على اخر ماتش سيراميكا، تعادلنا 2-2 وكنا يعني خلاص على وشك الصعود، لكن اف سي هو اللي صعد. الممتاز بمجموعة القاهرة ده يا محمد، مجموعة يعني مجموعة صعبة جدا. صح؟ مجموعة صعبة جدا، غير مجموعة بحري، غير مجموعة الصعيد. تمام. طب كلمنا يا احمد كده على الفترة اللي انت قضيتها بنادي الاسماعيلي، يعني انت كنت بتلعب مع حسني عبد ربه، بتلعب مع يعني اسماء كبيرة في كرة القدم، ولينا ذكرياتك كده في الاسماعيلي. لا والله، هو نادي الاسماعيلي نادي جماهيري ونادي كبير قوي، وشرف لاي حد يلبس تيشيرت نادي الاسماعيلي. وفترتي انا لما رحت من بني عبيد الاسماعيلي كانت نقله كبيره جدا، والحمد لله رب العالمين انا شاركت. بس يعني الحظ مش كان مساعدني يعني في ماتش جيجا، سوء توفيق كان في ماتش وكده، فالحمد لله رب العالمين. يعني انا لعبت مع الكابتن حسني عبد رب، ولعبت مع الكابتن محمود متولي، لعيبه كلها لعيبه كبيره جدا، واتمرنت مع الكابتن فيرا، مستر فيرا، لعبت معاهم. وشرف ليا برضه ان انا العب مع الكابتن ياسر تحسين والكابتن ايمن الحداني برضه. تمام لا لا طبعا كل الشكر ليك يا ابو حميد، ونتمنى كل التوفيق للكابتن احمد علي لاعب الاسماعيلي السابق ولاعب بالقناه الحالي، نتمنى لك كل التوفيق يا كابتن احمد. نرجع مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكابتن ياسر تحسين قول لنا كده، انت حضرتك كنت مدير فني لجامعه المنصوره، واسند ليك مدير فني منتخب مصر للجامعات، وشاركت في البطوله العربيه وحصلت عليها في الامارات، قول لنا سريعا كده كلمنا عن هذه البطوله. البطولة ديت حصل مسابقة الاتحاد الرياضي طبعا عن طريق طبعا الدكتور محمد صبح حسنين، رئيس اتحاد نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات وصاحب التطوير فيه، وتحت رعاية طبعا الدكتور خالد عوفر وزير التعليم العالي. حصلت مسابقة وتم اختيارني مدرب منتخب الجامعات، وده أول مرة يبقى في مدرب جامعات، أول مرة يبقى في مدرب جامعات من الأقاليم، وكان لي الشرف إن أنا مرنت منتخب مصر الجامعات، وكانت البطولة في شهر 11 اللي فات في أبو ظبي، وربنا كرمنا حصلت البطولة وأحرزنا البطولة وصعدنا لكأس العالم. كانت البطولة في 14/7 في الإمارات، لا البطولة كانت في أبو ظبي، كانت في 29/10. تمام. ربنا كرمنا في أخذنا البطولة في المباراه النهائيه، كانت مع سلطنه عمان. وبعد البطوله ديت كنا هنشارك كاس العالم في بولندا في 14/7، لكن طبعا عشان الظروف اللي حصلت ديت تم تاجيل البطوله. فدي من البطولات اللي انا بعتز بيها وتم تكريمك من وزير الشباب والرياضه بالدكتور اشرف صبحي، ويعني وكل قيادات وزاره الشباب والرياضه والدكتور خالد غفار وزير التعليم العالي. طيب معلش يعني انت عارف الوقت الحلو بيعدي بسرعه، كابتن ايمن حسني سريعا كده رساله بتوجهها في نهايه هذه الحلقه. انا بس عايز اقول للاتحاد الكره بس اللجنه الخماسيه، انتوا اديتوا العلم وشغالين كويس، بس عندهم يعني ايه حته بطء في اللائحه. تمام. اللائحه دي مش مع يعني مش معوقتها الكورونا. تمام. اللائحه دي اتعمل في المكاتب واقدر اعملها في شهر واثنين واعمل جامعه، ويدعو لدعوه لجمعيه عموميه ويتم انتخابات اتحاد الكوره. هي مشكلتهم في التصنيف حله سهل، التصنيف الممتاز الف والممتاز ب معروفين، التصنيف مشكلته في كاس مصر ممكن ناجل اسبوعين من الدوري اللي شغال دلوقتي ونلعب كاس مصر دول 64 ويبقى التصنيف ظهر ونقدر نعمل انتخابات في ميعاد. تمام. سمر حسن كده اخيرا سريعا كلماتك الاخيره في هذه الحلقه. الاسبوع اللي فات كان فيه كتير من الازمات، نتمنى ان احنا ما نشوفش ازمات تاني ما بين اللعيبه وبعض. تمام. نتمنى ان الجمهور يدعم، لان هو اصلا مش موجود في الاستاد او بيدعم الفرق بتاعته، نتمنى ان هو يكون لطيف شويه، نتمنى كمان ندعم التحكيم المصري، ما نبقاش مشككين في كل حاجه، نتمنى نشوف الفار مش كل جمهور لصالح
النادي بتاعه، نتمنى نستخدم التقنية صح، مش علشان ده كسب فلا، ده من التشكيك عموما. نتمنى من كهربا يهدى شوية ويعرف ان هو في نادي الفولت بتاعه يقل شوية، اللي هو في نادي هو اتأسف طبعا وما فيش اي مشاكل، بس تمام. نتمنى ان هو يهدى شوية، يعرف ان هو بيلعب باسم النادي. واحنا بنتمنى في هذه الحلقة ان احنا نكون قد استمتعتم معانا اعزائي المشاهدين، حلقة مميزة مع ضيوف كبار. في هذه الحلقة نتأسف للمراسلين اللي مقدروش يرسلونا في هذه الحلقة يعني، واعتذار مرة أخرى الكابتن عادل صديق لعدم اتصاله بهذه الحلقة، وأيضا الكابتن ياسر الكناني المدير الفني لنادي الألمونيوم. وبنشكر كل السادة المشاهدين، وبنشكر رئيس التحرير مارينا جمال، نشكر مخرج الروائع الأستاذ محمد كيلاني، بنشكركم أعزائي المشاهدين في كرة البلد، كرة البلد في كل بيت في البلد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.